رسالتي هي رسالة للجمهور رجاء بداويت. تنتمنى إن شاء الله يحضر بكثافة، احنا عارفين انه يحضر بكثافة باش يشجع اللاعبين اللي جاوا الجدد باش ان شاء الله يدخلوا في أجواء المنافسة ان شاء الله ونحققوا المتغول اللي هو الدوري هذه السنة ان شاء الله. رسالة ديال الجمهور صراحة احنا ما نحتاجوش نعطيو رسالة لان الجمهور فاهم ومقدر وحبوا الفريق ديالو اللي ما كيبخرش عليه بالتشجيعات ديالو وديما كيكون حاضر في الملاعب في اي مدينه مشينا والا كنلقاوها حاضر. اللي صراحه السنه الفارطه اللي ما كانوش النتائج اللي خلاته باش 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 يغضب علينا، هذا العام هذا ان شاء الله غنكونوا ان شاء الله من الاول ان شاء الله واجدين. كنتمنى ان شاء الله باش يحضر المقابله ويساندنا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله ونمشيو ان شاء الله من بدايه البطوله في السكه الصحيحه ان شاء الله. فطبيعة العالف المباريات اللي غنلعبوها خارج مدينة الدار البيضاء فالفريق الرجاء البيضاوي الآن فهو محتاج لكل الجماهير ديالو تساندنا لا داخل الميدان ولا خارج الميدان، ولكن بهذا العام غادي نلعبوا كاع المباريات خارج الميدان ديالنا في خارج الدار البيضاء. فالنداء ديالي الوحيد هو للفريق انه محتاج للجماهير انه تساندوا طيلة المباريات.